الوزير الاول يا محمد الغنوشي، الوزير الاول يا محمد الغنوشي، لو حسبنا سلطتك ما هي بدستورية ما بكينا بن علي ولا بكينا عصرا، نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية. الوزير الاول يا محمد الغنوشي، لو حسبنا سلطتك ما هي بدستورية ما بكينا بن علي ولا بكينا عصرا، نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية. دكتاتورية نظام القمع واستبدادة اهلت تونس عليها الثورة الشعبية، عندما منا ما نذم الا حقير واطي، وان مدحنا نمدح بقناعة شخصية. اجج الثورة بدم الشعب يا ثائرها، وانحت انقاذ الشعوب الكل نفس حية. قل لهم بصوت من كفنا تشلة كفة، كل نصر تتبق احداث مأساوية. عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب ان العز في القوات الامريكية. عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب ان العز في القوات الامريكية. عقبال البلاد اللي شعبها جايع والحكومة تفتخر بطفرتها المالية. عقبال البلاد اللي تنام مواطن معك جنسية وتصبح ما معك جنسية. عقبال النظام القمعي المتوارث، لا متى وانتو عبيد النزعة الذاتية، ولا متى الشعب ما يدري بقيمة نفسه، ذا ينصب ذا وراه كلها منسية. ليه ما يختار حاكم بالبلد يحكم له يتخلص من نظام السلطة الجبرية؟ علم اللي مرضي نفسه ومزعل شعبه بكره يجلس بداله واحد بكرسيه. علم اللي مرضي نفسه ومزعل شعبه بكره يجلس بداله واحد بكرسيه. لا يحسب ان الوطن باسمه وباسم عياله، الوطن الشعب وامجاد الوطن شعبيه. رددوا بصوت واحد للمصير الواحد، كلنا تونس توجه النخبه القمعيه، كلنا تونس توجه النخبه القمعيه. الحكومات العربيه ومن يحكمها كلهم بلا استثناء حراميه. السؤال اللي يؤرق فكره المتساهل لم يجد اجابته من كم جهه رسميه، دامها تستورد من الغرب كل اشياءها. ليه ما تستورد القانون والحريه؟ ليه ما تستورد القانون والحرية؟